لما تبقى منضبط ومسيطر على نفسك ومسيطر على حواسك وبتفكر بطريقه عقلانيه مش جنسيه، حياتك هتتظبط وتروح في الحته الصح. لو انت مدمن سكرولنج على السوشيال ميديا وبتتفرج على سكس كتير، فالفيديو ده ليك. انا النهارده هقول لك على جدول تمشي عليه ستيب باي ستيب بالترتيب كده، تابع معايا خطوه بخطوه عشان كل واحده معتمده على اللي قبليها. ازاي تنقل حياتك من انك ضايع لانك مسيطر عارف تحقق اهدافك. اول خطوه في الجدول بتاعنا انك لازم تبقى سيلكتيف في اللي انت بتتفرج عليه. من الاخر كده، تبطل تتفرج على سكس وتبطل تسوايب على تندر وبامبل. اظن تبطل تتفرج على سكس دي عارفينها ليه، هنرجع لها كمان شويه. انك تبطل تسوايب على تندر وبامبل عشان لو فاكر الدراسه احنا اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، ان قلت لك انك محتاج 4000 سوايب عشان تلاقي بنت واحده مناسبه ليك. ال 4000 سوايب دول يعني تقريبا 10 شهور لو حسبتهم بالوقت. فانت بتحط نفسك في سكس وتندر وبامبل، تفكيرك والطاقه بتاعتك طاقه فولو، طاقه مطارده. ده بيخليك ضعيف نيدي، مش هتبقى في الحته اللي انت عايزها. البنات دايما هتتحكم فيك، البنات دايما هتسيطر على عقلك ومش هتاخد اللي انت عايزه في الاخر. انت هتسيطر على هرمون الدوبامين اللي كل شويه يطلع على الفاضي ده ويديك احساس بالمكافاه وانت ما عملتش حاجه، فتبطل تشتغل على تطوير نفسك وتبطل تشتغل على انك تحقق اهدافك فعلا، ان ده اللي يديك الدوبامين. بتحاول تروح للدوبامين السريع بتاع السكس. وانك لما تبطل تسوايب على تندر وبامبل، ده هيخليك تخرج من طاقه المطارده وطاقه اللزقه، وهتبقى احسن في انك تركز في الحاجات المفيده اللي هتخليك جذاب فعلا. الحاجتين دول ممكن نتكلم لصبح ازاي تبطلهم، بس التطبيق فعلا صعب. تاني خطوه في الجدول هنبطلهم ازاي. لو قعدت على تندر 4000 سوايب 4000 بروفايل بنت عشان تلاقي ماتش واحد، ده هياخد منك 10 شهور. انا عايزك تعمل في ال 10 شهور دول حاجات تانية. لو سمعت عن قاعده ال 20 ساعه، انك لو طبقت 20 ساعه على اي مهاره على اي حاجه في الدنيا هتبقى فوق الكويس فيها. 20 ساعه يعني 45 دقيقه في الشهر كل يوم، قول ساعه يوميا يعني. فانا عايزك تمشي بقى على 10 شهور الجايين، كل شهر تمسك حاجه تقعد عليها ساعه في اليوم. اول شهر عايزك تتعلم شطرنج، ثاني شهر اتعلم لغه اساسيات، مش لازم تبقى محترف فلوينت في اللغه، اساسيات لغه. ثالث شهر اتعلم رمايه، رابع شهر اعمل محتوى، اقعد قدام كاميرا او موبايل واتكلم، خامس شهر انزل جيم وافرم حديد، سادس شهر اتعلم بوكسنج، سابع شهر اتعلم كورس اد فيسبوك ادز مثلا او تيك توك ادز، بلاش تيك توك خليك في الفيسبوك هقول لك ليه كمان شويه، تامن شهر اطوع في اي عمل خيري، تاسع شهر اتعلم اساسيات انك تفتح بيزنس وافتح بيزنس اونلاين مش لازم تشتري وتعمل مخزن، عاشر شهر اتعلم اي لعبه جديده او اي هوايه جديده وطبقها كل يوم. ال10 شهور دول لو طبقت كل شهر حاجه واحده قعدت عليها ساعه في اليوم هتبقى فوق الكويس فيها. دول كل واحده فيهم هتبني في شخصيتك حاجه هتخليك فعلا جذاب، هتخليك فعلا الناس عايزه تعرفك، الناس مشدوده ليك. ال10 حاجات دول هيكبروا شخصيتك من كل النواحي. ال10 حاجات دول مدروسين وتابع دراسات بيفرقوا في شخصيتك. ال10 شهور اللي هتبني فيهم نفسك دول هيخلوك انسان تاني خالص، ناجح، عارف تفكر ازاي، شخصيتك اتطورت مليون في المية وفعلا جذاب. شوف الفرق، شوف طاقتك هتبقى عامله ازاي، شوف هتبقى قد ايه بتشد الناس من غير ما تقصد، شوف قد ايه بنات هتظهر في حياتك من غير حتى ما انت تدور عليهم، عشان انت رحت اماكن اتعاملت مع ناس، طاقتك اتغيرت فشديت ناس انت عايزهم من غير ما تدور عليهم. لو فيديو فاتك باي حاجه لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما افتكش جديد كل اسبوع. وهنا هنيجي لتالت خطوه، عايزك تمسح تيك توك وتمسح انستجرام لو تحت شرط لو بيطلعوا لك حاجات من اللي فيها بنات دي. اي بنت بتطلع قدامك بترقص بتغني بتتمايص، فده بيعمل ستيميوليشن لدماغك جنسي وانت مش حاسس، بيخلوك تفقد التركيز، وده اخرته انك تفتح سكس. فلو لقيت الفيد بتاع تيك توك والفيد بتاع انستجرام بتوعك بيطلعوا لك بنات بترقص وبنات من اللي انت بيشدوك دول، فاعرف انك بتستخدم تيك توك وانستجرام غلط. ده اللي تتفرج عليه في انستجرام بيطلعوا لك زياده، فعايزك تمسحهم، نزلهم تاني وغير كل الفولو اللي انت تتفرج عليه. اتفرج على حاجات بيزنس، حاجات فلوس، حاجات تطوير نفس، عشان تيك توك وانستجرام يطلعوا لك الحاجات دي بس. لو لقيت في الكومنتات الناس اللي بتقول لي مكاوي هو كل فيديوهاتك عن البنات، هم ما يعرفوش ان الخوارزميه بتاعت اليوتيوب وانستجرام وتيك توك عارفين هم بيحبوا يتفرجوا على ايه، فبيطلعوا لهم فيديوهاتي اللي انا بتكلم عليها في الحوار ده. لو كانوا مهتمين بالفلوس، مهتمين باللبس، فيديوهاتي بتاعت الفلوس واللبس هتطلع لهم، بس بيطلع لهم البنات بس عشان هم بيتفرجوا على البنات بس. فده اللي انت حبه، التيك توك وانستجرام ويوتيوب بيطلع لك اللي انت عايز تتفرج عليه. فلو ده اللي بيطلع لك اعرف ان العيب منك، امسحهم ونزلهم تاني، غير اللي انت بتعملهم فولو وغير اللي انت بتتفاعل معاهم. اتفاعل مع حاجات الفلوس، اتفاعل مع حاجات تطوير النفس، اتفاعل مع حاجات الجيم، دول بس اللي هيفيدوك. هنيجي هنا الرابع خطوه، هنا انت بقيت جذاب، جذاب فعلا مش كلام. هتلاقي في اوبشنات جديده في حياتك بنات بتظهر، والتريك هنا انك المره دي مسيطر على حواسك، مسيطر على نفسك، انت اللي هتسوق الموضوع مش هو اللي هيسوقك. مش اي بنت هتقول لك يلا ننزل
تنزل تنزل، تصرف فلوس، تصرف وقت، وتفقد تركيزك على اهدافك. انت هتنزل في الوقت اللي انت فاضي فيه مع البنت اللي انت عايزها في المكان اللي انت عايزه، مصاريفك هتبقى اقل، تركيزك هيبقى اكتر، شغلك هيبقى اكتر، وكله تحت شروطك انت اللي مسيطر. عندك اوبشنات بتنقي، فده يديك الباورفول بوزيشن، والبنت لما تنزل معاك انت على وضع، انت منقي، الموضوع بيبقى كله تحت شروطك. فبالتبعيه شغلك هيزيد، تركيزك هيزيد، مصاريفك هتقل، انت هتبقى انسان اكتر جاذبيه وانت مش متخيل. الخطوه اللي بعدها هتلاقي ان صحتك بتتحسن لما تصوم نفسك عن السعاده اللحظيه، السعاده الجنسيه دي بتفك تريح نفسك. فانت كده لو انت مش حاسس، انت مش متخيل اهميه الموضوع، فانت اتغلبت على اصعب شهوه ممكن حد يتغلب عليها كراجل. شهوات التدخين، شهوات الاكل، شهوات انك تضيع وقت وتبسط انبساط سريع، كلها هتبقى بالنسبه لك سهله جدا. فهتبقى انسان على وضع، قوي التركيز، قوي الاراده فشخ، سيطرت على اهم حاسه واهم شهوه، الباقي كله بالنسبه لك بقى سهل. فبالتبعيه صحتك هتبقى فوق، دايتك احسن، عاداتك الوحشه اقل، مسيطر على حياتك، فلوسك بتزيد، فده هيزود ثقتك بنفسك، هيوديها حته انت مش متخيلها فين، وبالتبعيه هتبقى في حته احسن. اخر خطوه بقى، هتنقي اللي انت عايزه. كل اللي قلت لك عليه ده هيخليك في الباورفول بوزيشن، عارف ايه اللي هيفيدك وعارف ايه اللي ضرك، بتبعد عن اللي ضرك ومسيطر على نفسك ما بتروحلوش، وعارف ايه اللي يفيدك مع انه صعب ماسك فيه. فبقيت وانت مش متخيل قوي الاراده جدا، عندك الصفات الجسديه والنفسيه والقوه الجسديه والنفسيه انك تنقي، محطوط في الحته اللي اوبشناتك فيها كتير، في كل حاجه في الدنيا، في علاقاتك، في شغلك، في فلوسك، هتنقي شريك حياتك المناسب، هتنقي هواياتك وبتقضي وقتك في ايه. فده هيخليك انسان ناجح بالمعنى الحرفي، عايش حياتك زي ما انت عايز ورايح في الحته اللي انت عايزها. ده ببساطه الجدول اللي عايزك تمشي عليه الفتره الجايه. لو انت حاسس ان حياتك مش ماشيه زي ما انت عايز، ولو محتاج حد يحاسبك، تعالى في التدريب الاونلاين، هسيب لك اللينك فوق في الاي وتحت في الصفحه في اول كومنت. برده التدريب ده بيتيح لي فرصه ان اتكلم معاك فيس تو فيس، واعرف ايه المشكله بالظبط، واعرف احاسبك في ايه بالظبط، عشان نحقق مع بعض احسن نتائج واسرع نتائج. اظن انت عارف التفاصيل كلها، اللينك تحت في الديسكربشن في اول كومنت برده. وما تنساش لو فيديو فادك بتعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. ورو عليا بسوبر ثانكس لو انت حاببني بزياده. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. لو فيديو ده فادك ادخل شوف الفيديو ده، هقول لك الفرق هيبقى عامل ازاي لو عملت الاساسيات بس، مش محتاج اي حاجه تانية. ادخل شوفه، مستنيك هناك.